حماية وتثمين التراث المغمور بالمياه في المغرب والوطن العربي خلاصة دعا إلى العمل بها المشاركون في أولى دورات ملتقى السقية الحمراء للآثار والتراث الدولي الذي اختتم تشغاله في مدينة العيون. من أجل حماية هذا النوع من التراث نقصد به المدن الحواضر التي اندرست تحت الماء وكذلك السفن التي لاحقها الغرق، الآثار المغمورة بمياه تلك التي يصل عمرها إلى أزيد من قرن وهي تحت الماء، ولذلك يأتي هذا الملتقى من أجل مناقشة الثروة الأثرية الوطنية. تظاهرة عرفت مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في التراث التاريخي والثقافي الساحلي والمغمور بالمياه ينحدرون من سلطنة عمان واليمن ومصر وليبيا وتونس والمغرب، إضافة إلى المجلس العالمي للمعالم والمواقع إيكوموس المغرب. نجد إلزامية لجرد المزيد من التراث المغمور بالماء سواء كان جزئيا أو كليا، لأنه سيكشف لنا المزيد من الخفايا خاصة فيما يتعلق بالتاريخ وسيكون قيمة مضافة لأجيال الغد. توصية تمثلت في جرد وتوثيق التراث المغمور وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال مع تعزيز التشريعات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية هذا التراث التاريخي والثقافي.